حقيقة هذا الاحتفال له مزاج خاص عندي، لأنه يعني احتفال بيجمع كل من هو مهتم بالحفاظ على التراث الموجود. يعني أنا أرى الحاضرين ليسوا بالكثرة ولكن ليست بالعدد، يعني كل واحد فيهم، كل شخص من الموجودين هو عبارة عن يعني كنز من كنوز المحافظة على التراث النوبي، طبعا على رأسهم الدكتور مصطفى عبد القادر اللي هو يعني ما من أحد أعتقد إلا وله كتاب في مكتبته عن النوبة بيحمل اسم الدكتور مصطفى عبد القادر، وجهده في الحفاظ على التراث النوبي معروف يعني إنه هو راجل من الناس اللي بيجيدوا اللغة النوبية الفجكية. وعلى فكرة في مشكلة احنا عندنا النهاردة، ان من يتقن يعني حتى وجوه النوبة الذين يتقنون اللغة قليلون، يعني هناك اناس كثير يتصدرون المشهد وهم لا يعرفون حتى ان يتكلموا يعني اللغة النوبية. ولذلك انا كنت في سنة كان في مجلس الشعب، كان نازل الأستاذ محمد جلال في مجلس الشعب، والأستاذ دياب ابن عم زوجتي، يعني هو قريب، ومع ذلك انتخبت أستاذ محمد جلال لأنه يجيد اللغة النوبية. يعني أنا قلت من يمثلنا لابد على الأقل أن يجيد اللغة النوبية. يعني أمال أنت طب هعرفك نوبي إزاي؟ يعني ما شكلك في كتير من في الجعافرة، في الكوباني، في كثير يحملون نفس الشكل، لكن ما الذي سيميزني عن غيري؟ هي اللغة. وأمر آخر لاحظته وهي أن ما بقي من النوبة، يعني إحنا أعتقد الأدوار السياسية أصبحنا لا نحمل عدد من الناس اللي بيمثلونا في الانتخابات وكذا، ولكن في شيء باقي في النوبة، متحف النوبة، آثار النوبة. إذن ما هو باقي من النوبة هو الجانب الثقافي، هو الجانب التراثي، واللغة هي أهم شيء. ولذلك يعني أنا يعني ربما من غرب سهيل، هنا طبعا غرب سهيل تعتبر قلعة من قلاع اللغة النوبية المتوكية، فأنا بقول من غرب سهيل هنا وأنادي الجميع أن يتكاتف للحفاظ على هذه اللغة. على سبيل المثال هجيب لكم مثلا، يعني أنا عملت بنفسي، بدأت أذهب للسيدات اللي هم أكثر من 80 سنة أو 75 سنة فما فوق، وأسجل معاهم لقاء باللغة النوبية. وكان شيء جميل لأنه هم ما خرجوش برا القرية، خاصة هيسا والأماكن دي، ستات لم يخرجنا من القرية، وبالتالي طريقة التعبير بتاعتهم هي اللغة النوبية، لأنه بيجدوا صعوبة جدا في أنهم يتكلموا بالعربي. فدول يعتبروا يعني أنا بعتبر دول بمثابة في اللغة العربية العصر الجاهلي، يعني قوة الشعر وعنفوانه وقوة الكلام كله موجود فيهم. هم موجود عندهم أكتر حاجة في لاحظتها في العديد، الستات يعني لما جمعت العديد لقيت فيه تعبيرات يعني وتشبيه وكناية وأشياء يعني لا تخطر. ليه؟ لأنه السيدة لم يكن لها الحق في التعبير عن مشاعرها من ناحية الحب والأشياء دي في النوبة. فكان ما هو الميدان الذي تنطلق فيه الكفاءات بتاعتهم؟ هو لما تعدد على زوجها أو على أبوها أو على أمها، أو هنا بقى هي بتبدع. يعني في أشياء كثيرة من ضمن ما جمعت حاجة اسمها النورتونورتي. النورتونورتي أعتقد برضو في الفيجيكاوي والتونورتنانا شيء الفزورة،
تحمل هذه الفوازير يعني تشبيهات كبيره جدا، لانه هو بيقول لك حذر وفذر ايه اللي في دماغه، فيقول لك بعض المواصفات، فمنها فيها تشبيهات عظيمه وفيها تعبيرات كبيره جدا. فاللغه يعني انا وجدت ان اللغه بتاعتنا لغه سريه جدا في غايه السرعه، ولكن يعني يمكن انا بلقي من اللائمه على اللغه العربيه، لانه يعني اللغه العربيه طغت تماما على اللغه النوبيه، وان كانت اللغه العربيه هي لغه حاكمه، فهي يعني الامهريه فيها 40% على كلمات عربيه، الصومالي يعني معظم اللغه العربيه لغه حاكمه، لكن مع ذلك هذه اللغه الحاكمه يعني عندك في تركيا مثلا في كلمات كثيره عربيه، لكن اللغه التركيه باقيه يعني لم تنتهي. مشكلتنا احنا هنا في مصر انه اللغه العربيه جت يعني هجمت على اللغه، مش اللغه النوبيه بس، والقبطيه يعني ابعدت. ولذلك انا كنت بادي دروس في عن اللغه في تعليم اللغه النوبيه في كركر، فكلهم انا كنت امام المسجد هناك، المسجد الكبير يعني، انا معايا معهد اعداد طه. المهم فكلهم يقولوا لي ايه يا استاذ، انت بدل ما بتدي تعليم اللغه النوبيه ما تدي اعمل مقراءه احفظ القران. ما شاء الله عليكم، انتوا كل واحد في كل واحده فيكم عامله نقاب وفاتحه مقراءه، بس ده ما حدش بيعمله، يعني كون انه تعليم اللغه النوبيه ده ما حدش بيعمله، نادر يعني. فلهذا يعني انا اعتقد ان احنا ليس معنى انك تريد ان تحافظ على اللغه النوبيه ليس معناه بالضروره انك تحارب اللغه العربيه، لا، احنا عايزين اللغه دي. يعني انا حتى باخدها من منطلق ديني، يعني يقول لك يعني القران بيقول ايه، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. اذا اختلاف الالسنه دي ايه من ايات الله، الم تؤجر على انك تحافظ على ايه من ايات الله؟ أنا بعتمد بالنسبة للنوبيين أكثر ما سيسألوا عليه كان لديكم لغة، ضاعت، ماذا كان موقفه، ماذا فعلتم لأنكم توقفوا انقراض هذه اللغة. فالحقيقة يعني أنا هذا المؤتمر أنا مبسوط جدا لأني قابلت الشخصيات كلها اللي هي بتحافظ على التراث النوبي، طبعا على رأسه الأستاذ مصطفى عبد القادر، وفي الأستاذ فتحي جاير، وفي الأستاذ تبت، وفي غير طبعا غرب سهيل، كلها يعني أنا بعتبر غرب سهيل دي زي إيه، زي مثلا في الشعر القديم بتاع زمان زي إيه، زي بعض البلاد اللي كانت مشهورة بقوة الشعر. شكرا. هو انا يعني كنت كتبت او قلت كلام للحفاظ على النوبه باللغه النوبيه اللي هي بالمنطقيه كنزيه. فانا بقول ايه؟ اينو بي باين دي اندا؟ اكونو بي باين دي اندا؟ تكونو بي باين دي اندا؟ ارملينو بي باين دي اندا؟ نو بي باين دون ناي جورو؟ اركيتا نوبا كورسيل لو بجور؟ ويركي اولجر مسل دي بويتري؟ اتو دير دوش انو سما؟ نوبا كورسيل كيف دوس كومسو؟ ايتر كويتر سري ومير دا نوبنا اشي كي دوسكوكرا انا رجو مندو اشي اتشلي وري بيقوي منو اركت السينغولو جوبتي مناي
أويرا نوبي نوبي غاري كاري نوري السناي توري أنكيرا تينر أرجوك تا السنقل لبتاب مي بارو أرغونان أويتي عربيو سنقل بورو تيراري كو بتيرو أرتي كو بشير كونغو بدويرو جاكار كيكو كاري بوريرو أراغاو سمالليكي قلبي غروتي باو أرنوبي أرغونا نوبي أتابي أر جوماندو تيغوس نوبا كورسلو تيغوس نوبي كيت كني بباين أرغونا كوماجي واي دي جي أرغي أناويغو أنيكيك ديغو أمباني سيجيغو أرغاوي دي جي نلنا كوماجيغي أرغوير أرغون أرغونا نفيجيغو أسيجيغو أسيويسيجيغو نجي بوي دي جي أرغيت جو نوبا كورسلو بجور أرنوك كورسلو جورجي أرغونا مشراتيغو ببورو كوبليغاكو مشراتيغو أرتيجيغو تينغاريغو نمبرير بغيري دروك أرغونا باينت نوبي أرغي أنوجيغو أمبابيغو مغدي سانجي وايدا مقبل